هذا البرنامج برعاية العقار مخزن الثروة دار الأركان عامرة. أهلا بكم مشاهدين إلى حلقة جديدة بموضوعية. حلقة هذا الأسبوع من البرنامج تم تسجيلها مسبقا مع ضيفي السيد عمار الخضيري رئيس مجلس إدارة سامبا المالية للحديث عن وضع القطاع المصرفي السعودي وكيف يواجه أزمة كورونا. لكن بعد تسجيل اللقاء بيومين أصبح هناك مستجدات فيما يخص البنك وتوجهه لدراسة الاندماج مع البنك الأهلي التجاري لتكوين كيان ضخم سيشكل أصول بقرابة 800 مليار ريال، وهو ما استدعى إجراء لقاء آخر معه عبر الهاتف للاطلاع على تفاصيل دراسة الصفقة التي ذكر فيها أنها كانت رغبة من البنكين للدخول في هذه المحادثات وفي هذا التوقيت تحديدا لتكوين كيان منافس كون المملكة العربية السعودية هي ضمن مجموعة العشرين. لذا وجب التنويه قبل عرض اللقاء الذي أجريته كامل حول أثر كورونا على البنوك وأيضا كيف تتعامل مجموعة سامبا المالية مع هذه الجائحة. نتحاور اليوم بموضوعية مع رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية السيد عمار الخضيري حول القطاع المصرفي. نحييك سيد عمار وشكرا على وجودك معنا. كما يقال القطاع المصرفي هو مرآة الاقتصاد، ومرور أكثر من 5 أشهر حاليا على أزمة فيروس كورونا، إلى أي مدى القطاع المصرفي عكس بالفعل ما يحدث بالاقتصاد، وكيف تقيم سامبا ما مر به القطاع حتى الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكرك أخت ميسة وسي أم بي سي على استضافتي للبرنامج. بالنسبة لسؤالك، دون شك الجائحة اللي مرت مش على المملكة فقط ولكن على العالم أجمع، الإفرازات الاقتصادية السلبية من ما حصل كبيرة جدا، نكاد لم نرى أي شيء مشابه لها من حوالي 100 سنة على الأقل. طبعا احنا الآن لا نزال في وسط الأزمة الصحية، ولكن حتى بعد انتهاء الأزمة الصحية أنا أعتقد العالم سيواجه تحديات اقتصادية بين سنة وسنتين إلى أن يسترجع الاقتصاد العالمي تعافيه. هذا أيضا طبعا يؤثر على الخطط والطموحات في كل القطاعات بما في ذلك القطاع البنكي. رأينا في الربع الأول انخفاض ملحوظ في ربحية القطاع كقطاع عام، أنه إحنا الحمد لله كنا مختلفين شوي عن القطاع، شهدنا نمو في سامبا، ولكن القطاع بدون شك تأثر في الجامحة، ورأينا انخفاض في ربحية القطاع، وأتوقع أنه يستمر هذا الانخفاض لعدة أرباع قادمة. يعني الملفت سيد عمار أنه هذه الأزمة جاءت أيضا مع توجه البنوك العالمية كلها ربما لتبني سياسات الفائدة الصفرية أو حتى السلبية. أول شيء خليني أسمع رأيك، يعني اليوم هل القطاع المصرفي السعودي قادر على التعامل أولا مع أي يعني فائدة صفرية أو سلبية ممكن أنه يعني يلحق بها سواء مع الاحتياطي الفيدرالي أو البنوك المركزية العالمية؟ نعم طبعا، هي مش البنوك اللي خفضت الفائده ولكن البنوك المركزيه اللي خفضت الفائده. وطبعا احنا اكيد مع التخفيض، التخفيض هذا اولا لا اعتقد انه سنرى فائده سلبيه في الدولار ولا في الريال، راينا ذلك في اوروبا، ولكن لا ارى ذلك انه حيحصل على الدولار او بدون شك مش على الريال. ولكن اللي حصل اكيد انخفاض في امريكا 1.4% او 1.5%، وطبعا لاننا مربوطين في سعر صرف الدولار حصل انخفاض مشابه في سعر الفوائد في المملكه. هذا يمثل تحدي كبير لقطاع البنوك، لانه الكل عارف انه البنوك في المملكه تتمتع بودائع بدون فوائد تمثل نسبة كبيرة من حجم الودائع الموجودة في البنوك، قد تكون أعلى أو ثاني أعلى دولة في العالم نسبة الودائع بدون فائدة. فأكيد
انخفاض الفوائد بالشكل المضطرد أثر كثير على الربحية. شفنا القليل من ذلك في الربع الأول، لأنه أكثر الانخفاضات جت في النصف الثاني من الربع الأول، وسنرى تأثيرها أكثر أيضا في الربعين أو الثلاثة الأرباع القادمة. نعم سامبا، كيف عم تتعامل مع الموضوع؟ يعني انخفاض فائدة، تباطؤ إقراض، سيد عمار، وين الأولوية الآن لديكم لزيادة ربحيتكم؟ والله طبعا احنا سامبا عندها خزينة يعني بدون شك في طليعة من ناحية الإدارة الأصول وإدارة الانترست ريت كيرف والأمور هذه. الخزينة عندنا التراجري قد تكون من أقوى التراجريز اللي موجودة، من أقوى الخزائن الموجودة في المملكة، وبالتالي حتى قبل انخفاض أسعار الفوائد العالمية، إذا تذكري أخت ميسة، حصل انخفاض أيضا في الربع الأخير من العام الماضي. صحيح. توخينا الحذر، وإحنا دائما عندنا ييلد كيرف، وعندنا يعني نعمل أسيت ميكس من أدوات استثمارية قصيرة متوسطة وطويلة الأمد. طبعا لما تنخفض الفوائد يقل الدخل على الأدوات القصيرة والمتوسطة الأجل. بالنسبة للأدوات الطويلة الأجل يبقى، لأن هذه تكون على interest rate متفق عليه مسبقا، فتبقى زي ما هي يعني على ما هي عليه، وهذا يساعد على تخفيف وطأة انخفاض أسعار الفائدة. فإحنا عندنا يعني في السنة الأخيرة، مش حتى في الشهرين أو ثلاثة الأخيرة، ولكن في السنة الأخيرة استثمرنا مبالغ جيدة جدا في السندات الطويلة الأجل، وهذه طبعا تساعد على تخفيف حدة الانخفاض، وأيضا تعطي البنك أرباح رأسمالية على المحفظة هذه. نعم. قد تنتفع منها البنك في حال تسييل جزء من المحفظة. أدي بلغت تقريبا الاستثمارات سيد عمار بالسندات؟ والله موجودة في الميزانية، ولكن احنا من ناحية كم الاستثمار في السندات السعودية بالنسبة لحجم ميزانيتنا، احنا أجزم احنا رقم واحد بين البنوك. استثمارنا دائما في هذه السندات يعني أجراسيف، خلينا نقول. نعم. الاستراتيجية ستبقى بعملية الاستثمار بالسندات حتى مع أزمة كورونا، يعني هي صمام الأمان بالنسبة لسامبا، فينا نقول سيد عمار، حتى تعوض جزء من تراجع الإقراض. هي ما لا تعوض جزء من تراجع الإقراض، ولكن دون شك الاستراتيجية بالاستثمار بالسندات اللي تصدرها المملكة مستمر، وغالبا يرتفع لن ينخفض. نعم. طيب سؤال أخير قبل ما ننتقل لفاصل، يعني سيد عمار، التباطؤ، لما عم نتحدث عن تباطؤ الإقراض اليوم بالنسبة لسامبا، ما نوعية التباطؤ اللي ممكن نشهده بالنسبة لنوعية القروض؟ هل متخوفين من تراجع بقطاع معين مثلا، للشركات، للأفراد، قطاع عقاري مثلا؟ نعم، أنت تفضلتي استخدام كلمة متخوفين. طبعا في هناك تخوفين من ناحية الإقراض المؤسسي. نعم. التخوف الأهم هو الارتفاع المتوقع بالقروض المتعثرة، ومع كل تباطؤ اقتصادي، وهذا أيضا ظاهرة عالمية ما هي خاصة في المملكة، مع التباطؤ الاقتصادي أكيد يكون يعني معه يكون في ارتفاع في القروض المتعثرة، وهذه تنتج عنها مخصصات يجب أن تأخذها البنوك لتغطية هذه القروض المتعثرة. هذا التحدي الأول. التحدي الثاني زي ما تفضلتي هو انخفاض الطلب على القروض من بعض القطاعات الاقتصادية. مثال ذلك أكيد بدون شك المقاولات، مع تخفيض الصرف في قطاع من الدولة
لبعض المشاريع او تاجيل بعض المشاريع، هذا حيكون له اثر مباشر على طلب السيوله او طلب القروض من قطاع المقاولات. نعم، أرجو أن تبقى معنا سيد عمار الخضيري رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية. سنتحدث طبعا عن أداء البنك بفترة الربع الأول، وسنرى أيضا المحفظة الاستثمارية لسامبا المالية في ظل تدني أسعار بعض الأسهم في السوق بعد الفاصل. هذا البرنامج برعاية العقار مخزن الثروة دار الأركان عامرة. هذا البرنامج برعاية العقار مخزن الثروة دار الأركان عامرة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، نحاور اليوم بموضوعية رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية سيد عمار الخضيري. أهلا بك من جديد أستاذ عمار. قبل ما أنتقل للنتائج، يعني أنت كنت تتحدث عن التحديات اللي ممكن تواجه القطاع المصرفي، خليني أتحدث عن معادلة حجم القروض للودائع للفترة المقبلة، كيف ستوازنوها إذن؟ يعني أنت ذكرت بالبداية أنه يمكن القطاع المصرفي السعودي هو ثاني يمكن القطاعات على مستوى العالم اللي فيه تقريبا أقل صحيح يمكن فائدة على الودائع، كيف رح تعادلوا هاي المسألة الآن؟ لا، هذا السؤال يعني هو سؤالين في سؤال واحد. سألتي عن معادلة حجم القروض للودائع في الفترة القادمة. بالنسبة لسامبا، احنا نتمتع الحقيقة بأقل نسبة ودائع. اللون تو ديبوزيت ريشيو عندنا حوالي 80-81%. القطاع عموما عنده يمكن 87-88%، ولذلك احنا عندنا قابليه لتنميه او لتعظيم المحفظه الاقراضيه بشكل قد يكون اكثر من باقي البنوك بسبب هذا ال دي ار ريشيو اللي موجوده في البنك. نعم، طيب تكلفة المخاطر ستبقى عالية على كل البنوك برأيك سيد عمار؟ يعني وانتم سامبا اليوم قد ايه ممكن نقارن تكلفة المخاطر عليكم مقارنة بالبنوك الأخرى؟ دون شك احنا من الربع الأول في أول الجائحة بدأنا نأخذ مخصصات إضافية، مع انه ما كان لسه ما بانت افرازات الركود الاقتصادي العالمي، يعني ما كانت على ارض الواقع، ولكن مع ذلك كخطوه احترازيه بدانا ناخذ احتياطيات اضافيه، وذلك عشان اكيد لاداره الربحيه. ما نبغى يكون في صعود وهبوط قوي جدا، هذا غير مناسب للبنوك وللشركات المدرجه. بالتالي بدأنا زي ما قلت لك نأخذ مخصصات احتياطية إضافية، وأتوقع هذه مع الربع الثاني الربع الثالث أكيد حنستمر بهذه السياسة المتحفظة. يعني قديش عم تختلف نسبة المخصصات عن قبل جائحة كورونا سيد عمار؟ قديش نسبة الارتفاع فيها تقريبا بده يكون؟ يعني أنا أعتقد إذا دخلنا في عمق الأزمة المالية، وأتوقع أنه ذلك يحصل بعد ربعين أو ثلاثة، أنا أتوقع المخصصات القطاع البنكي اللي سيضطر يأخذها حتكون 50-60-70% أعلى من المخصصات اللي أخذها في الفترة المشابهة من قبل سنة. هذا لكل القطاع البنكي مش لسامبا فقط، لكل القطاع المصرفي السعودي. مضبوط. تمام. مضبوط. طيب نعود لنتائج الربع الأول، ارتفاع الأرباح كان 20%، يعني بالتالي الحمد لله. نعم، هل منتوقع يكون بقاء الأرباح على نفس المستوى، ولا أيضا أثر كورونا رح يكون يضرب بصميم النتائج؟ أؤكد لك النتائج حتى الربع الأول الحمد لله توفيق من رب العالمين والإدارة الموجودة في البنك
حققنا نتائج جيدة جدا جميلة الحقيقة، ولكن حتى الربع الأول مع هذه النتائج كان هناك تأثير من الجامحة ومن ما حصل في الاقتصاد، يعني كان طموحنا أكثر من ذلك، ولكن هذا ما نحن عليه. هل أتوقع الأرباع؟ إحنا البنك تبنى سياسة توسعية وسياسة تنموية للميزانية وللأرباح من حوالي من سنة أو سنة ومن خمس أرباع، والآن بدأنا نقطف ثمار هذه السياسة. الأرقام اللي شفناها في الربع الأول هي قطف ثمار هذه السياسة. أعتقد البنك سيستمر في outperforming the industry، يعني إذا القطاع البنكي في السعودية نما ب5%، احنا نطمح ونأمل ان شاء الله ان ننمو بأعلى من ذلك، واذا صار في انخفاض في ربحية القطاع وهذا ما اتوقع من هنا الى نهاية السنة، نطمح ونطمح ان الانخفاض عندنا يكون اقل من القطاع. بالتالي يعني الكلمة الدقيقة لوصف طموحنا هو out performance. ما يحصل في قطاعنا احنا نرغب وان شاء الله نحقق نتائج افضل من القطاع كقطاع. طيب الارباح، يعني الارباح ايضا حتى اللي وزعتوها كانت قرابه 7%، هل سينخفض التوزيع للنصف الباقي من العام؟ لانه اغلب البنوك الان استاذ عمار يمكن ايضا عم بتراجع التوزيعات، شفنا كثير شركات عم بتراجع سياسه التوزيعات للاحتفاظ بالكاش يمكن لعمليه التطوير. اليوم سامبا كيف رح تتعامل مع التوزيعات؟ بالنسبه للتوزيعات اخت ميسه، التوزيعات تخضع ل قرارات من عدة جهات، منها طبعا مؤسسة النقد لأن هي تنظر إلى القطاع عموما وإلى السيستميك هيلث اوف ذا سيكتور، صحة القطاع عموما. وقبل ما نعلن أو نقر توزيعات نستأنس أو نطلب موافقة مؤسسة النقد، ولذلك لا أستطيع أن أول ما السياسة التوزيع اللي قد تتخذها المؤسسة للقطاع عموما. هذا السؤال يوجه إلى المؤسسة أعتقد، ولكن عموما اللي أستطيع أن أجزم فيه أنه الكابيتال أدكوسي والكابيتاليزيشن في البنوك السعودية تمكنها من الاستمرار بالتوزيع بما كانت توزع سابقا، ولكن هل قد ترتئي مؤسسة أنه لا خلينا نكون متحفظين أكثر من ذلك؟ هذا ممكن جائز جدا، ولكن هل القابلية المالية لتوزيع الأرباح على ما كنا عليه كقطاع موجودة؟ طيب المنافسة على الحصص السوقية اليوم، يعني قديش سامبا اليوم مع الجائحة عم بتحاول تحافظ على قاعدة عملائها، على قاعدة أيضا أو حصتها السوقية قديه اليوم سيد عمار بالنسبة للسوق؟ لا احنا لا نحاول أن نحافظ على حصتنا السوقية، احنا نحاول أن نكسب حصة سوقية. ونعتقد وينستون تشرشل مرة قال in every crisis there is opportunity، فاحنا نعتقد حتى الجائحه هي فرصه للبنك لاستحواذ على حصه سوقيه اكبر. حصتنا السوقيه حوالي فوق 10% بشوي، ولكن ان شاء الله كما راينا في نتائج الربع الاول، ليس فقط في الربحيه ولكن في حجم المحفظه الاقراضيه، في عدد ال المورجز اللي عملناها، الاقراض السكني، هناك نمو في القطاعات العمل اللي نعمل فيها، ونامل ان يستمر ذلك. يعني قد ايه مستهدف من الحصة السوقيه مستقبلا استاذ عمار؟ قد ايه عم تستهدفوا؟ والله اعتقد صعب يعني اذا تبغي كذا كدليل على طموحنا واهدافنا،
لو تنظري إلى الربع الأول وكيف النمو اللي كان عندنا في الربع الأول مقارنة في القطاع، هذا اللي هو في الربع الأول أمانة حققنا طموحنا، ونتمنى إن شاء الله أن نوفق في الاستمرار في هذا النمو. طيب حكيت عن التمويل العقاري، لأنه إحنا شايفين نشاط يمكن وتنافس كمان على تقديم القروض بالتمويل العقاري. قديش سامبا اليوم حصتها يعني من مجمل القروض للقطاع العقاري عم تتوجه؟ نعم، إحنا دخلنا في هذا القطاع متأخرين مع الأسف، من البنوك اللي تأخرت في خدمة هذا القطاع. نعم. إلى الآن عندنا حصة الحقيقة لا تليق بحجم سامبا ولا تليق بحجم حصة سامبا من سوق التمويل أو من القطاع البنكي. الأخوان عندنا والأخوات يعملون دؤوبين على خطط توسعية طموحة جدا. أرجع أقول مع الأسف الحصة اليوم قليلة جدا، يعني أقل بكثير من حصتنا في سوق التمويل العام. أيضا الدعم اللي شفناه من ساما لدعم القطاع المصرفي بحدود 50 مليار، يعني كيف عم بيتم استخدامه الآن من قبل ساما؟ أدي حصتكم أولا من هذا الدعم سيد عمار؟ نعم، أولا الدعم أخت ميسة هو ليس 50 مليار، هو 100 مليار. نعم. كان في حق، كان في من حوالي شهرين عملت المؤسسة مشكورة جدا بحركة استباقية الحقيقة، وأعلنت عن أول برنامج اللي هو 50 مليار، وبعد العيد مباشرة أعلنت عن البرنامج الثاني اللي هو أيضا 50 مليار، فالمجموع 100 مليار. 50 الأولى كانت مخصصة لإعانة البنوك، مخصصة لإعانة الأسميز الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولإعانة بعض القطاعات من الأفراد، وإعانتها عن طريق البنوك. الحقبة أو الحقيبة الثانية 50 مليار الثانية كانت أهدافها على قطاع الأعمال الكوربوريت بانكينج وأيضا بعض القطاعات المتأثرة في ما يحصل. زي ما قلت هي كانت استباقية الحقيقة، قبل ما نشوف آثار الأزمة على الميزانية، أو أول ما بدينا نشوف آثار الأزمة على ميزانيات البنوك، بس قبل ما يحصل هناك أي اختناق أو ليكويديتي كرانش أو شيء من هالقبيل، قامت المؤسسة مشكورة بإطلاق المبادرة الأولى، والمبادرة الثانية أيضا جات وأتكلم فيها معالي المحافظ لما رأوا أنه بعض البنوك كان عندها شوية السيولة، كان فيها يعني وصلت إلى درجة غير مريحة، أطلقوا البرنامج الثاني. القطاع الآن يتمتع بسيولة عالية جدا، على الأقل من وجهة نظر سامبا. إحنا زي ما قلت لك اللون تو ديبوزيت ريشيو عندنا 81-82%، فما عندنا أي ضيق، بالعكس إحنا إلى الآن نستطيع أن ننمو بشكل كبير جدا. طيب المحفظة الاستثمارية، احنا شفنا تدني أسعار كثير من الأسهم بالفترة الماضية، يعني سيد عمار اليوم السوق انتو كيف استغليتوا هذا التراجع؟ قد ايه عززتوا من محفظتكم؟ وين عم تتركز المحفظة الاستثمارية لسامبا داخل السوق السعودي؟ نعم، طبعا قابلية البنوك السعودية، وهذه من السياسات المتحفظة أو السياسات اللي تتبعها مؤسسة النقد، كم حجم المحافظ الاستثمار في الأسهم عند البنوك السعودية محدودة جدا. نعم. جدا محدودة، فبالتالي الفولاتيليتي اللي نشوفها في الأسهم سواء نزولا أو صعودا تؤثر قليلا جدا على البنوك لصغر المحافظ اللي موجودة فيها. طبعا هذه السياسة تبنتها مؤسسة نقد، لأن لا ترغب أن ترى البنوك
أن تكون سبيكوليتر في السوق أو يعني تطمح أن يكون أرباحها تجي من أرباح تداول في الأسهم، هذا غير مناسب لقطاع البنك. نعم. القطاع البنكي. فبالتالي تأثير نزول يعني تقريبا قديش المحفظة سيد عمار؟ يعني هل عم تتجهوا لا تذكر لا تذكر لا يعني 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 in the scheme of things يعني في حجم محفظة أو ربحية بنك زي سامبا يعني ما تأثر شيء حقيقة. نشكرك سيد عمار الخضيري وأنت رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية، شكرا على ساعة صدرك لاستقبال كل أسئلتنا وشكرا على وجودك ببرنامج بموضوعية. شكرا جزيلا أخت ميساء. شكرا. بهذا الحوار مشاهدينا نأتي إلى نهاية بموضوعية لهذا الأسبوع، نلقاكم بالأسبوع المقبل وفي حلقة جديدة، إلى اللقاء. هذا البرنامج برعاية العقار مخزن الثروة دار الأركان عامرة.